السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائي متابعي قناتنا قناة الاختصار. النهاردة بنتكلم في مباراة الأهلي ونادي مازيمبي الكونغولي اللي انتهت حاليا بنتيجة 3-0. أحرز الأهداف كل من محمد عبد المنعم في الشوط الثاني، ثم وسام بن علي، ثم في النهاية المتألق اللي شال هدف لنادي مازيمبي من على خط مرمى النادي الأهلي أكرم توفيق، العائد بقوة لمنتصف الملعب وثقة مارسيل كولر. الأهلي اللي تعادل في المباراة الأولى في على ملعب سان داونز بنتيجة 0-0، وكانت مباراة يستحق فيها النادي الأهلي هدف أو هدفين لأنه أضاع أهداف كتير جدا. والمباراة الأولى تألق فيها مصطفى شوبير عشان يثبت إن هو حارس كبير وقادر على قيادة يعني أو حراسة مرمى النادي الأهلي. مباراة اليوم اللي تسيدها النادي الأهلي من بدايتها حتى نهايتها، لكن كان يعني لعب حذر جدا من مارسيل كولر في منتصف الملعب، لأن هو كان يعني نازل يدافع عشان يبقى لاعبي الوسط أقرب إلى لاعبي الدفاع مع هجمات مرتدة. لكن نادي مازيمبي كان يعني برضو زي ما الأهلي كان متحفظ، كان هو متحفظ جدا مع تألق حارس مرماهم اللي كان طويل جدا وشال معظم يعني الأهداف في الشوط الأول بالنسبة للنادي الأهلي. رغم أن نادي مازيمبي تقدم بهدف وألغاء الحكم بعد ما رجع للفار، وده ادى حافز للاعبي النادي الاهلي علشان خاطر محمد عبد المنعم يحرز الهدف الاول من عرضيه من علي معلول بيحطها براسه في الجون. الهدف الثاني برضه من معلول لوسام ابو علي اللي بيتالق، برغم ان هو النهارده يعني كان اقرب لفكره ان هو بيلعب محطة بالنسبة للاعبين اللي جايين من خط الوسط علشان يحرز الهدف الثاني ويخرج وينزل مكانه كهربا. والهدف الثالث أحرزه اللاعب اللي تألق في المباراة اللي هو يعتبر رجل المباراة أكرم توفيق، واللي ربنا يعني كافئه في النهاية بهدف في الدقائق ال 12 الأخيرة من عمر المباراة اللي احتسبها حكم المباراة، اللي صبر كتير جدا على لاعبي مازيمبي برغم أخطائهم وكان ممكن يطرد منهم لاعب أو اتنين. المباراة في النهاية كسبها النادي الأهلي علشان يلاقي الترجي اللي فاز على سان داونز في قلب ملعب سان داونز بهدف مقابل لا شيء عشان يكون نهائي عربي